كتابا يعزيه بفقد ابنته. شوف ايش كتب الإمام: الحمد لله الذي أكرمها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. قال صحيح أنت فاقد، واللي يفقد مو شوية ترى، الله يربط على قلوب الفاقدين إن شاء الله، مو شيء سهل أن يفقد الإنسان أحد أقربائه وأحد أحبته، صعب على الإنسان جدا صعب، لكن يتجلد بعد الإنسان فيقول له: وإن ذلك لكن أنت لابد أن تشكر الله أنه أكرمها، أي ماتت وهي في ظلك وهي تحت ظلالك، أنت ستر عليها. الحمد لله الذي أكرمها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك، يعني ماتت في ظلك، ما ظلت أنت اللي رحت وشنو وتظل تعاني من ماذا؟ من فراقك ومن ذهابي ظل الوالد عليها. شوف النبل اللي عند الإمام الحسن، المستوى اللي عند الإمام الحسن في أخلاقه العالية صلوات الله وسلامه عليه. أقول له: سيدي هكذا عندك رأفة بالناس وببنات الناس، ليتك الليلة تنظر إلى بناتك وهذه تنادي وأبتات، وتلك تنادي وحسناه، وقد حاق بالإمام سمه، يوضع عنده طشت ويرفع من عنده طشت آخر، وقد تقيأ الإمام من أحشائه وظل 40 يوم. سلام الله عليه. يقول العلامة المؤرخ المسعودي: ظل 40 يوم على هذه الحالة منذ أن سقي السم إلى أن غادر الدنيا. في مثل يوم غد يغشى عليه تارة بعد تارة ألم مناد وإماما، أين الصارخ وحسنا؟ يدخل عليه أبو عبد الله ينظر له بتلك الحالة ينادي: من فعل بك هذا أبا محمد؟ يقول له أبا عبد الله: وكلت أمره إلى الله. إلا ما قلت لك يا جامع علوم النبوة، اقطع ولا تواصل عديمة المرواية. يأخذ الإمام الحسن يد الحسين يضعها على صدره يريد أن يخفف آلامه بيد أخيه وبقرب أخيه أبي عبد الله. إلا إلزام يا خو يا جابدي وامسح عليها بيدك، ارفع صوتك وياي: انت يا خو يا عضيدي وانا يا خو عضيدك وانا بعد وش بيدي وانت بعد وش بيدي والسببات في جاتلي هالرجسة المشومة وقصورنا في الجنة مفهومتين معلومة قصر الزبار جد قصري وقصرك من الياقوت بينما هو كذلك. وإذا بالحسين أخذ منديلا وصار يمسح به دموعه التفت له الحسن: لماذا تبكي؟
قال أبكي لما حل بك أبا محمد، قال ما هي إلا شربة من سم وأموت على فراشي وأنت الذي تلي أمري، ولكن لا يوم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. بينما هو كذلك وإذا بالحوراء قد أقبلت، عظم الله لك الأجر يا بنت علي، وحانت منها التفات إلى ذلك الطش، صدت لنها تشوف طشت ممتلي دم، صدت لنها تشوف طشت ممتلي دم، وبوسطة جبد الحسن متقطع بسم، ظلت يا ويلي تنتحب والراس تلطيم، جبدك تراه مفتته وتخفي علي، من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة.